مرحبا بكم في الأسبوع في دقيقة. هذا الأسبوع ركزت الولايات المتحدة على الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أرسلت تحذيرا لإسرائيل بضرورة تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة. وهذا التحذير يؤكد على دعمنا العسكري مشروط بالالتزام بالمعايير الإنسانية. وفي أوروبا قام الرئيس بايدن بزيارة ألمانيا، حيث شارك في اجتماعات مع قادة المجموعة السبعة لمناقشة دعم أوكرانيا وتعزيز التحالفات. وتناولت المحادثات أيضا التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير في المناخ والأمن الأوروبي، فضلا عن الوضع في الشرق الأوسط ودور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.